السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبصحة كويسة. جمعة مباركة عليكم حبايب قلبي. النهاردة 25/11/2022، النهاردة الجمعة. يا رب يكون خير ويا رب يكون تفاؤل. يلا بينا بقى نشوف استخارتنا هتقول لنا ايه. مجموعة رقم واحد ومجموعة رقم اتنين زي ما انتوا شايفين. مجموعة رقم واحد حرف الالف، الباء، التاء، الساء، الجيم، الحاء، الخاء، الدال، الزال، الراء، الزين، السين، الشين، الصاد. اصحاب الشمعة الزرقاء، اصحاب السبحة البيضاء. مجموعة رقم اتنين هنركنها دلوقتي على جنب، هما طبعا اصحاب الشمعة البيضاء، اصحاب السبحة البني. هنركن على جنب دلوقتي ونشوف مجموعة رقم واحد زي ما انتوا شايفينها قدامكم، ونقول بسم الله اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بسم الله بسم الله. سورة الدخان. بسم الله ما شاء الله. عندكم حكم الفترة دي حلو قوي، مشروع ناجح عندك، انت بتحلم بالاسماك، الوضع المالي عندك هيتحسن بكل الطرق، في كمان شخص هيقرب منك الفترة دي وهيقف معاك في حاجات كتيرة جدا، بس انت مش مدي راحتك في النوم كويس الفترة دي، انت مش واخد راحتك، مش واخد كفايتك، جسمك بدأ يوجعك. عندك خطوتين هتخطيهم حلوين جدا، ومن اول خطوة هتحسن حالتك النفسية بكل الاوضاع، وهتطلع من بعد الاكتئاب والحزن والخذلان اللي عندك. كمان انت هنا حد هيظهر لك على حقيقته وهتطلعه بره حياتك، انت مهووس زي ما قلت لك بالشريك قوي، او هو مهووس بيك وده مسبب لك وجع غير طبيعي. كمان انت هنا حصل عندك فشل في علاقة معينة وزهقت. عندك واحدة ست، والست دي معاها بنوتة، الست دي في غيرة وفي حقد، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا من الحيرة والغل اللي في اتجاه الناس عليكم الفترة دي. اي نعم انتم متلخبطين، بس هيكون عندكم استقرار، وبلاش تضغطوا على نفسكم في اي حاجة. في مسافة بينك وما بين حد، او بينك وما بين حد، او في موضوع هيكمل على خير بس بعد شوية صعوبة وشوية مغامرات منكم. كمان انتوا دقيتوا باب واتقفل في وشكم. عندكم لقاء مع شخص صاحب سلطة او صاحب مكانة عالية. هنا كمان انتوا سمعتوا خبر زعلكم، وسمعتوا حاجة ضايقتكم، وقررتوا ان انتوا تتعاملوا مع الموضوع بشكل مختلف. دايما بيجي لكم اذى من ناس مقربة ليكم، دايما الاذى ما بيجيلكمش غير من الناس اللي هما بيأذوكم بكل الطرق. انت عندك حد تعبان، او انتوا تعبانين بسبب الدين اللي عليكم، او عندكم حد مريض، حد في ازمة، حد نفسيته تعبانة. رغم ان النفسية عندك تعبانة، بس بسم الله ما شاء الله عليكم هيكون عندكم توازن في اموركم. انتوا محتاجين تمسكوا طرف الخيط الفترة دي، اي نعم بتعانوا من بعض المسؤولية او من تقلب الامور اللي عليكم، بس في تحسن عندكم. كمان انتوا حاسين ان البيبان كلها متقفلة في وشكم، وحاسين ان في اشخاص من العيلة مش واقفة معاكم. ربك هو اللي هيكرمك من حيث لا تحتسب، وهيوصلك للكيان اللي انت محتاجه، وهتكون شخصية جميلة، وهتكون شخصية محبوبة الفترة دي. كمان انتوا هنا بدأتوا تحطوا نقط على حروف، وبدأتوا تطلعوا شخص، الشخص ده دايما كان بيديكم طاقة الحزن. انتوا اليومين دول حاسين ان انتوا لوحدكم، وحاسين ان انتوا ما بتتكلم، مش عايزين تكلموا مع حد، طول الوقت تليفونكم صامت، طول الوقت ساكتين، طول ما بيتوش زي الاول، لدرجة ان التغيير بان عليكم في ملامحكم، في شكلكم، في حاجات كتيرة جدا. كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، انتوا دايما قلبكم زي الاطفال بالظبط، حنينين جدا، طيبين بشكل كبير جدا، وده طبعا عامل فيكم الطمع. ضميركم بيأنبكم في حاجة، في حاجة معينة الضمير عندكم بيأنبكم فيها، وانتوا زعلانين، او مثلا مش عارفين تاخدوا قرار، او عارفين تعملوا ايه، فعندكم تفكير في حاجات كتيرة جدا. كمان انتوا هنا عندك ناوي تبيع او ناوي تشتري حاجة، عندكم بيع وشراء الفترة دي مع حد، بس عايزاكم تحذروا من حد واكل معاكم عيش وملح، الحد ده خاين وبتاع مشاكل،
ومش حابب لك الخير، وعشان كده انت عندك توتر الفترة دي مع ناس في حياتك. في كمان اجتماع او في لقاء او في حاجة تخصكم انتوا هتعملوها الفترة دي، وهتكونوا مبسوطين جدا. انتوا عندكم ربط احداث شديد شغال معاكم الفترة دي، هتسمعوا اكتر ما هتتكلموا، علشان هتقولوا انا طول الوقت بتكلم فهقرر ان انا اسكت واشوف الناس اللي حواليا هيعملولي ايه. كمان المواجهة دي لو انت فضلت ساكت وفضلت تسمع اكتر ما تتكلم، امورك هتكمل على خير. بلاش تحكي وبلاش تفتح مواضيع، داري على قد ما تقدر علشان الفرج قدامك مفتوح. كمان انت هنا هتكون مقتنع بكلام حد كويس جدا ليكم، الحد ده هتقتنع بكلامه، انت هتاخد رأيه وهو هيقنعك بالطريقة الكويسة بتاعته، وهتحس قد ايه انه فعلا انت كنت عايز تعمل كده بس كان في تأجيل في امور عندك. الامور المالية عندك هتبدأ ترجع لك الفترة دي، بس انت بتحط نفسك في خانة الزعل. عندكم تساقط شعر او وجع في جسمكم مش طبيعي، وفي نفس الوقت هيكون عندكم بشرة انتوا بتدوروا عليها طال انتظارها، بشرة خير، بشرة تغيير، بشرة امور، الله اعلم. بس في سؤال، والسؤال ده محيركم قوي ومخليكم عمالين تركضوا، عمالين تيجوا على نفسكم من اجل الموضوع ده يكمل، او من اجل الطاقة السلبية تطلعوا منها. في طرف بيتدخل في حياتك بشكل كبير جدا، الشخص ده مؤذي، بيحب نفسه، بس على قد ما هو الشخص ده مؤذي، انتوا عندكم بشرة وعندكم رزق حلو، والهم اللي انت شايفه بخصوص الوظيفة او بخصوص الطاقة اللي عندك هيكون عندك ردة فعل حلوة. ردة الفعل دي هيخليكم تعيدوا نظركم في قرار انتوا واخدينه او في حاجة انتوا عايزين تاخدوها. الفترة اللي فاتت دي اكتر من مرة اتخذلتوا، اكتر من مرة اتطعنتوا، بس الفترة دي هتكون هي فترتك لان انت تثبت وجودك. العين عليكم ومؤثرة عليكم في حاجات كتيرة جدا، والحسد واخد جزء، وان شاء الله باذن الله ربنا هيبعد عنكم الزعل اللي مكتوب لكم من ناس مقربة. في شخص انتوا وثقتوا فيه، والشخص ده يعني صدمكم بطريقة كبيرة جدا، قلبكم اليومين دول مكسور بشكل كبير بسبب الطمع والخذلان اللي فيه. كمان الايام دي انتوا ناويين على تغيير حاجات كتيرة جدا، وهيكون في توافق مع شخص مش متوقعين انه يكون في توافق بينكم. كمان انتوا هتطلعوا هتغيروا عتبتكم او هتكملوا سفركم على خير، هترموا الماضي كله ورا ظهركم، علشان انتوا مش شايفين من الماضي غير الاذى والتعب والظلم، ما بقيتوش عايزين تفكروا في اي حاجة سلبية، عايزين تنجحوا، عايزين تطلعوا، عايزين تشوفوا. كمان انت عندكم صلح مع حد من الاهل، عندكم موجة حلوة، الموجة دي هتفرحكم برضو وهتخليكم اصحاب شخصية خارقة، او هتكونوا اصحاب قوة حلوة. انتوا معروف عنكم بالذكاء ومعروف عنكم بالطاقة الايجابية، بس في توتر عندكم على طول وضغط نفسي، وده مأثر عليكم في حتى في تفكيركم. انتوا الفترة دي مش مستحملين اي حاجة، في تعب وفي ارهاق سلبي. في كمان هنا حد في شغلكم، الحد في شغلكم ده غيران من نجاحكم، عشان انتوا دماغكم طول الوقت شغالة وما شاء الله عليكم بتعرفوا تاخدوا حقكم وبتعرفوا تحققوا كل اللي انتوا عايزين تحققوه، بس الحاجة اللي واقفة عندكم هي العاطفة. العاطفة دايما ضغوط ودايما عندكم خنقة وضيقة. كمان انتوا متضايقين من بعض الامور اللي عندكم مش ماشية على دماغكم او مش ماشية زي ما انتوا عايزين، فدايما بتسألوا وتقولوا يا رب اكرمنا من حيث لا تحتسب، احنا تعبنا واتأذينا. طيب في ناس هتعرض عليكم عرض وانتوا اللي هتفكروا تعملوا ايه الفترة دي.
كمان انت حصل عليك ظلم من ناس وبرضو زي كده اقترحت عليك موضوع وانت قبلت، وفي الاخر لقيت اذى ولقيت ظلم. فانت الفترة دي هتطلع من اي ضغوط، والطرف التاني اللي عمال يتدخل في خصوصياتك ده انت هتطرده بره، وبعد ما هتطرده هتقول له ما تتدخلش تاني في حياتي، انت اذيتني ومن بعد دخولك لبيتي انت وجعتني. في كذا حاجة بتحصل عندكم، والكذا حاجة دول انتوا مش عاجباكم، بس انتوا عندكم هدوء الفترة دي بشكل حلو قوي. هتودع احزانكم وهترموها ورا ظهركم، والفترة اللي جاية دي هتكون طاقة ايجابية، اخبار حلوة هتدمع عليها العين بإذن الله، وهتعوض السنين اللي فاتت من حياتك في الألم والذل اللي انت شفته من المقربين، وبسبب وصول لهدفك هتلاقيهم دايما بيلفوا حواليك وعايزين يرجعوا لك. بس بلاش العند وبلاش التوتر، انتوا اشخاص طيبين جدا بس دايما بتتحطوا في ضغط نفسي. في كمان خطأ انتوا عملتوه، الخطأ ده زعلانين ان انتوا عملتوه، وزي ما قلت لكم النوم مؤثر عليكم بسبب الطاقة السلبية اللي متوزعة عليكم. فدايما اقول خلوا بالكم من نفسكم في حياتكم في طاقتكم، علشان الضغوط اللي انتوا فيها مأزية عليكم. عندكم امر صعب، والامر صعب ده مش عارفين تتعاملوا معاه بالشكل اللي انتوا محتاجينه، الشكل ده مضايقكم وخانقكم. المنفصلين انتوا هيكون عندكم كلام وعندكم فتح مواضيع الفترة اللي جاية، او في كذا موضوع هيتفتح قدامكم وانتوا هتاخدوا قرار او هتعرفوا حاجة عن الشريك طال انتظارها، الله اعلم، بس في حاجات هتتفتح قدامكم وهتكونوا متألقين وواثقين من خطواتكم. مع بداية كمان الايام اللي جاية هيكون في انفراجة حلوة، الانفراجة دي هتكون جاية من عند ربنا. كمان انتوا هتقولوا احنا لو رجع بينا الزمن هنختار نفس اللي حصل لنا، علشان اكيد ربنا ليه حكمة في كل اللي بيحصل حاليا. بالفعل انت ربنا ليه حكمة كبيرة جدا. عندك شوية برضو فقدان شهية او احساس بالكسل والخمول من غير اي سبب، البعض منكم عنده وجع في الكتف بطريقة كبيرة جدا، والاحلام بتاعتكم مؤذ، يعني احلامكم فيها كوابيس، رغم ان انتوا طيبين ويعني واشخاص كويسين جدا مع التعامل مع الناس، بس دايما في غيرة من اللي حواليكم، دايما اللي حواليكم غيرانين منكم، علشان انتوا الحاسة السادسة عندكم عالية جدا وطاقتكم كلها مفتوحة بشكل كبير. فياريت تخلوا بالكم كويس جدا ويكون عندكم طاقة ايجابية. كمان انتوا هنا اقدر افرحكم بخبر حلو، والخنقة اللي ظاهره لكم والضيقة دي هتطلعوا منها، وكمان هتبدأ الدنيا تضحك لكم، او هتبدأوا انتوا تشتغلوا في الحياة بشكل مختلف، هتبعدوا المشاكل دي عنكم. في كمان انت جملة عمال ترددها دايما في بالك، يا رب يا رب، دايما بتقول يا رب في كل حاجة، بتقول يا رب، بتقول يا رب انا متكل عليك. وبالفعل طول ما انت متكل على ربنا بإذن الله ربنا هيبعت لك الحاجة اللي انت مستنيها. بس نفسيتك تعبانة شوية بسبب الوجع اللي انت فيه، مخنوق من غير اي سبب، رغم الخنقة والضيقة ما بتقولش غير الحمد لله وانا طالب الستر. ربك هو اللي عالم باللي انت فيه وبتمر بيه، فما تقلقش خالص، ربك لما يريد هيفعل لك كل اللي انت محتاجه. انت محتاج الحنان ومحتاج الحب. دايما من الاشخاص المتصالحة جدا مع نفسها وبترضى بأقل حاجة، بس عندكم مشكلة كبيرة جدا هي الوسواس القهري اللي بيقول لكم على حاجة قبل ما تحصل، وده بيخليكم انتوا عندكم صراع وتوتر وحيرة على طول، عايزين تتخلصوا من الوسواس ده بس مش عارفين تبدأوا ازاي. كمان الفترة دي اي نعم هي طويلة على قلبكم او حملها طويل، بس في طاقة ايجابية بإذن الله هتجيلكم من خلال العوض اللي هيكون من عند ربنا، عوضكم قريب جدا منكم، فخلوا بالكم كويس من اي حاجة في حياتكم. انتوا عندكم الوان مفضلة، عندكم اللون البنفسجي ده مفضل ليكم جدا، بيديكم طاقة ايجابية او انتوا بتحبوه. كمان عندك اللون الابيض واللون الاسود، الالوان دي برضو بتديكم طاقة حلوة،
بتديكم تفاؤل كده، فانتوا هيكونوا متفائلين الفترة دي. بس بلاش تظلموا نفسكم من اجل الاخرين، او من اجل ان انتوا تيجوا على نفسكم من اجل حد. كمان انتوا عندكم حسد، الحسد ده مؤثر على شكلكم، علشان دايما مميزين في رشاقتكم وفي عيونكم وفي جمالكم، فالحسد مؤثر عليكم. انتوا ما تعرفوش ربنا كاتب لكم ايه، ممكن يكون ربنا كاتب لكم الطاقة الإيجابية اللي عندكم، فعشان كده ربك هيكرمك من حيث لا تحتسب. كمان بتدوروا اليومين دول على الاهتمام، يعني انتوا بتدوروا على الاحتواء او الاهتمام في حياتكم، في شخص، الشخص ده هيقف جنبك او هيقف جنبكم ومش هيتخلى عنكم بسهولة، هتلاقيه واقف وهتلاقيه بيدعمكم على جميع الاصعد، والشخص ده فعلا هيجيلكم من وراه خير، هيبقى مساعدة حلوة جدا، ومن وراه هتطلعوا من الحيرة اللي انتوا حيرانينها في موضوعين او في قرارين معينين، حيرانين خايفين مخنوقين، هتطلعوا وهتاخدوا خطوة ايجابية او قرار حاسم. فدايما تخلوا بالكم من كل الطاقات اللي بتتوزع عليكم، او من الضغوط النفسية اللي انتوا بالكم محطوط فيها. ربك لما هيريد هيفعل لك النجاح اللي انت مستنيه، فبلاش تبذل اقصى مجهود على حاجات فاضية، ابذل المجهود على الحاجات اللي تستاهل منك الطاقة الايجابية، وادعم نفسك بنفسك، وما تخليش اي حد يتدخل في خصوصياتك مهما يكون. عندكم بعض الايام مميزة، وهيدعمك الاتصال اللي انت مستنيه، او هتنظم امورك لتخطيط حاجة جديدة، عندك ورق هتخلص، والورق ده هيكون ورق محكمة او ورق خير ليك. بس دايما اقولك خد حذرك من اي حد موجود في حياتك، اتعامل بحرص شوية مع الاخرين، علشان ممكن يكون الاخرين هم سبب الضغوط اللي انت فيها، او سبب الحيرة وكسرة القلب. وزي ما قلت لكم من البداية ان انتوا هيكون عندكم فرحة او عندكم طاقة ايجابية واحتواء للشريك، انتوا هتحتوي الشريك او الشريك هيحتويكم، عندكم لم شمل مع اطفال او مع اولاد او مع احب. نكون خلصنا مجموعة رقم واحد اللي هي كانت صورتها يعتبر صفحة ونص. يا رب يكون خير الفترة اللي جاية، وتكون تفاؤل، ويكون أوضاعكم بإذن الله تكون جميلة. نشوف بقى مجموعة رقم اتنين، ناخد مجموعة رقم واحد بقى نركنها على جنب عشان خلصناها. يا رب مجموعة رقم اتنين تكون تفاؤل ويكون فرحة طال انتظارها، عشان انتوا محتاجين أي حاجة تغير في حياتكم. زي ما انتوا شايفين حروفكم هي عبارة عن الضاد والطه والظه والعين والغين والفه والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والياء. ونقول بسم الله ونشوف استخارتكم هتقول لنا ايه النهاردة. صورة يوسف مجموعة رقم اتنين، طلع لكم صورة يوسف الفترة دي، خاتم خطوبة، خاتم زواج، عندكم ارتباط مع حرف الام، حرف الام ده ممكن يكون عندكم علاقة معاه، او عندكم ارتباط، عندكم حاجة تقوية، حاجة تخص حرف الام في خير ليكم. عندكم حد توفى، الحد اللي توفى ده كان عزيز على قلبكم، انتوا خلاص قفلتوا بيبان ناس كتيرة جدا، او قفلتوا باب معين. انتوا اخدين صدمة كبيرة من حد مقرب ليكم، او من حد طال انتظاره، يعني حد كده كان عزيز على ايه على عليكم، خدتوا صدمة فيه وما توقعتوش ان الصدمة دي تكون بالطريقة دي، خذلكم بمعنى اصح، وانتوا قررتوا ان انتوا تعيشوا حياتكم. في هنا حاجة مع ابراج هوائية، ممكن يكون برج جوزاء، برج الدلو، برج الميزان، في علاقة بينكم، او قررتوا ان انتوا تنفصلوا، او في مشاكل نفور بينكم، او انتوا اصلا في علاقة بقالكم مدة وفي نفور، انتوا ما فيش علاقة بتكمل عندكم، وده بسبب ان انتوا مضغوطين. كمان انتوا هنا في مقابلة شغل، او عندكم سؤال بيخص الشغل، عندكم حاجة تخص شغلكم هيبقى فيها خير بإذن الله، بس خلوا بالكم انه في مجال شغلكم في ناس حقودة وبتحقد عليكم. كمان انتوا هنا ربنا هينصركم من اذى كبير جدا كان هيتحط عليكم من ناس مقربة، ناس معينة، في ناس لابسة وش الملائكة بس هم مش كويسين وبيأذوا فيكم من ورا ظهركم. كمان انتوا
التدبيرة او الاذى اللي بيحاولوا يدبره لكم ده انتوا مش هتقعوا فيه، انتوا عايزين يشمتوا فيكم باي طريقة، بس ربنا مش هيوقع فيكم شماتة، والعلاقة السامة اللي بينكم ما بين ابراج ترابية هتطلعوهم من حياتكم وهتطردوهم بره علشان هتحسوا بالاذى والظلم. كمان انتوا هنا بتعيشوا توقيت حديث صعب او بتعيشوا مشكلة سلبية في حياتكم، فعشان كده انتوا عمركم ما هتقعوا. كمان في حاجة انتوا خايفين منها او حاجة مضايقاكم، بس انتوا مشكلتكم ان انتوا اول ما بتطلعوا من المشكلة بتدخلوا نفسكم مش في مشاكل تاني. يا ريت تقفوا شوية وتهدوا اعصابكم، وانتوا محتاجين الراحة لنفسكم. كمان في هنا يعني خروج حد من حياتكم كان بيأذيكم، الحد ده هيخرج وانتوا هتطردوه من حياتكم علشان هتحسوا ان هو ظلم. في حد مريض عندكم او انتوا تعبانين نفسيا، او في حد مريض عندكم بإذن الله الفترة اللي جاية دي ربنا هيشفيه. شخص خاين دمركم حسدكم، الشخص ده كان في علاقة تانية اصلا وكان بيستغلكم وانت عرفتوه وقررتوا ان انتوا تنفصلوا عنه لان انتوا حسيتوا بالتعب وحسيتوا بالخذلان من ناحيته. كمان انتوا خدتوا درس مستحيل تنسوه الفترة دي، مش عارفة درس الخيانة ولا درس ايه بالظبط، بس في درس انتوا حاطينه قاعدة قدامكم وخلاص قررتوا ان انتوا خلاص ترحلوا، وعشان كده فعلا البعض منكم بيفكر ان هو يرحل. طيبة قلبكم هي اللي موقعاكم في المشاكل، عندكم حد بينم عليكم، الحد ده مقرب ليكم. انتوا عندكم الشريك في طرف تالت، الشريك عنده علاقة تانية مع عنده علاقة تانية عنده أولاد الله أعلم، بس الشريك عندكم في طرف تاني، هو يعني هو مش بيحب الطرف تاني، هو بيحاول يستغلكم. يا ريت تخلوا بالكم من النقطة دي عشان انتوا عندكم استغلال في مال أو استغلال في ماديات معينة، فيا ريت تركزوا من طاقتكم وبلاش تهملوا في الطاقة بتاعتكم علشان طاقتكم راحت. عندكم جزء من ظلامكم، جزء من حياتكم. في بنت عندكم هيبقى هيتم جوازها، او في حد عندكم هيتجوز الفترة دي، حد هيبشركم بالخير بإذن الله، وهيبقى في طاقة تانية خالص مختلفة، وهتفرحوا قوي بالأخبار السارة. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، هنا ضغوط، الضغوط اللي عليكم دي هتبقى وراها انفراجة حلوة، وهتبقى وراها يعني كذا حاجة انتوا هتجددوا من نفسكم فيها. لازم تبعدوا عن العيون يعني ما تركزوش ورا العيون اللي عليكم. في ذكرى، الذكرى دي ما زالت موجودة بينكم ما بين والد او والدة، بينكم ما بين حد من دمكم ولحمكم، كل ما تفتكروها بتضحكوا بتفتكروا ايام حلوة. طيب مين الشخص او مين الست او مين الحد اللي كان موجود في حياتكم لأذاكم؟ بس انتوا هنا عندكم مشكلة بتحاولوا تتخلصوا منها، في نية اتجاه حد مش كويسة ليكم، عايز يعني عايز فعلا يكسركم، عايز حد بيأذيكم. خلي بالكم الطرف التاني اللي انا حكيت لكم عنه ده عايز يأذيكم بأي طريقة. انتوا اشخاص جمال جدا، بتحبوا تاخدوا حقكم، ما بتحبوش ان انتوا تناموا مجروحين، بس دايما الدنيا جاية عليكم بربط الاحداث اللي عندكم، بتوصلوا لحقكم، بتاخدوا حقكم تالت ومتالت، بس في شوية امور انتوا مش عارفين تتخلصوا منها او تبدأوا بيها ازاي. في حد دايما بيطبطب عليكم بس انتوا مش لاقيين الراحة خالص، عندكم تكتيفة في الكتف لدرجة ان انتوا ساعات ما بتبقوش حتى لو الحل قدام عينيكم ما بتبقوش عارفين تفكروا ولا عارفين حتى تستجيبوا لأي حاجة، وده بسبب ان انتوا اتخدعتوا اكتر من مرة ومازال القلب عندكم بينزف، رغم ان خلاص خدتوا كل حاجة من الدنيا، بس يعني خدتوا صدمات وضربات وخذلان، بس عندكم انفراجة بخصوص الماديات، وممكن يكون سفر برا. انتوا ناويين تزودوا الشغل بتاعكم، ناويين تزودوا ساعات عمل، ناويين تشوفوا حياتكم بشكل تاني، ما بقيتوش عايزين حاجة من الحياة، ما عايزين حب ولا عايزين وجع قلب ولا عايزين مشاكل سلبية خالص،
بقيتوا مركزين على كل حاجة، البعض منكم عنده رحلة حلوة، عنده طاقة إيجابية، البعض منكم عنده حاجة هيغير جو، هيطلع الله أعلم، بس في شوية كلام هنا هيوصلوا لك، الكلام دول هيدوكم طاقة إيجابية. انتوا هنا خرجتوا ناس من حياتكم كتيرة، الناس اللي خرجتوها من حياتكم دي يعني انتوا اكتشفتوا فعلا ان هما الاشخاص دول ما يصلحوش ان هما يكونوا في حياتكم، فقررتوا ان انتوا تطلعوها خالص. انتوا مشكلتكم ان انتوا مستسلمين جدا من الطاقة السلبية، وشاطرين جدا ان انتوا تسحبوا الطاقة السلبية من الناس، يعني انتوا الناس بتحب تتكلم معاكم، بس انتوا الفترة دي عصبيين ومش مستحملين اي كلمة من حد، عشان خلاص ما بقيتوش انتوا اللي فيكم مكفيكم بمعنى صح، فمش مستنيين حد حتى يتكلم معاكم. كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم طريقة للتواصل مع حد، في حد هيتواصل معاكم الفترة اللي جاية وهيبقى فيه أمور حلوة، وكمان انتوا يعني هتبدأوا تاخدوا حقكم أو هتشتغلوا على حقكم. مش هقولكم ان انتوا اعلنتوا حربكم، بس انتوا عايزين تاخدوا حقكم تالت ومتالت من اشخاص موجودين في حياتكم. انتوا كمان عندكم تحرير من علاقة سامة، تحرير من حد بيأذي فيكم، بس في شوية عراقيل عندكم، شوية ضغوط، في حد واقف، يعني انتوا كل ما بتقولوا خلاص احنا هنمشي تلاقي حد بيوقفكم تاني، بس الحساسية عندكم ازياكم، النفسية عندكم محتاجة شوية خروج من المحنة اللي انتوا فيها، خروج من الضيق. انتوا متقلبين المزاج الفترة دي، في تقلب في المزاج ومستسلمين جدا لحاجات كتيرة جدا. اخرجوا، عندكم احساس جميل، احساس حلو، انتوا صادقين جدا في مشاعركم، ما بتعرفوش الكذب ولا النفاق، بس في ناس منافقة فيكم، يعني في ناس منافقة في حياتكم وبتحاول تتلاعب بمشاعركم، تتلاعب بيكم. كمان انتوا هنا بتستعدوا لمواجهة جديدة او بتستعدوا لحاجة جديدة. انتوا مشكلتكم ان انتوا مش حاسين بالامان مع الناس اللي موجودة في حياتكم، مش حاسين ان انتوا يعني الاشخاص دول يستاهلوا وجودكم، حاسين بالضغوط النفسية. اقدر اقول ان انتوا اللي يعني بتحبوا الاكلات البحرية جدا، بتحبوا ان انتوا تغيروا جو، بعض منكم بيحب البحر، بعض منكم بيحب اكلات بحرية الله اعلم، بس بتحبوا تغيروا حاجات كتيرة جدا في حياتكم. شايفين طيبة قلبكم وصفاء قلبكم، عشان كده محسودين. انتوا لما بتحبوا حد بتخافوا عليه قوي، بتخافوا على الشريك، بتخافوا على الشخص اللي معاكم، عندكم غيرة ممكن تقتل الشخص اللي معاكم. كمان انتوا هنا في باب، الباب ده هيكون كنز بالنسبة لكم، مجرد ما هيتفتح هتحسوا قد ايه عوض ربنا ليكم، او هتحسوا قد ايه امور هتتظبط. عندكم حد من برج السرطان او حد برج الجدي، حد من برج الحمل، اذوكم، ظلموكم، وقعوكم في مشاكل، ولحد الان مازالت بتتحاسبنوا، بتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، احنا كنا بنتعامل بنية صافية، انتوا اللي اذيتونا، عشان كده انتوا دايما بتقول الحمد لله على كل حال. انتوا اتوجعتوا اوي الفترة دي من ناس كتيرة جدا، وحاسين ان انتوا بتموتوا بالبطيء، بس انتوا ما تعلموش ربنا كاتب لكم ايه. بلاش المجادلة في حاجات سلبية، اطلعوا من اي اللي انتوا فيه ده. انتوا ضحكتكم قريبة، ابتسامتكم خلاص هانت، ان انتوا تفتحوا البيبان اللي مقفولة في وشكم، وان ربنا يسخر لكم الطريق اللي انتوا ماشيين فيه. كمان انتوا في حد كل ما يقدم لكم الخير انتوا مش شايفينه، عندكم حد بيحبكم قوي، حد عايز يتكلم معاكم، حد عايز يفتح معاكم مواضيع، بس مش عارف، خايف، خايف من ردة الفعل، خايف ان انتوا خلاص اغلب، يعني ممكن يكون انتوا حصل عندكم جواز اكتر من مرة، حصل عندكم ارتباط اكتر من مرة، حصل عندكم حاجة في الحياة العاطفية اكتر من مرة، ومفيش اي استكمال ولا في اي امور، وعشان كده كل علاقتكم بتكون سامة مع الشريك. عندكم فتح اسمة جديدة، بس دايما خلوا قوتكم
هي سبب نجاحكم، عندكم أمور حلوة. البعض منكم انفصل عن الشريك بسبب سحر وبسبب عراقيل أو بسبب ضغوط نفسية، بسبب إن أنتم مكروهين من الأشخاص، عشان كده يعني أنتم مكروهين من ناس معينة علشان أنتم جمال فعلا، ولبسكم شياكتكم أناقتكم حياتكم بمعنى أصح. بس الضغوط اللي مأثرة عليكم دي هتكون فيها طاقات إيجابية وهيكون فيها دعم. كمان انتوا هتعملوا عمل، ناويين تعملوا عمل إنساني الفترة دي، عمل حلو، ناويين تجيبوا هتهدوا لحد هدية مسكين الله أعلم، بس انتوا هتعملوا حاجة حلوة هتكونوا مبسوطين جدا بيها، والألم اللي انتوا شايفينه في حياتكم ده ربنا هيبشركم بيه خير، وهتطلعوا من أي ضغط أو من أي طاقة سلبية مأثرة عليكم. كمان البعض منكم هيبقى فيه نجاح في تفكير، انتوا النجاح اللي في تفكير ده هيبقى تحسن ليكم بطاقة إيجابية وبفرج. كمان انتوا هتبعدوا عن ست كبيرة، الست الكبيرة دي لابسة نظارة أو عندها علامة في وشها، مش هتبعدوها، انتوا هتقطعوا علاقتكم معاها للأبد، وعشان هتحسوا فعلا ان الست دي بتاعت مصلحتها. وكمان هتبدأوا تركزوا على السفر اللي انتوا عايزين تركزوا عليه علشان انتوا مستنيين سفر. طيب انتوا هنا في شوية متاهات في تفكيركم، شوية متاهات في حاجات انتوا عمالين تفكروا فيها سلبية، اطلعوا من اي طاقة سلبية. انتوا عندكم قبول او عندكم عرض زواج هيتقدم لكم، بس مازال برضو الجرح عندكم، جرح القلب بينزف بسبب الضغوط اللي انتوا عمالين تفكروا فيها. بلاش التفكير في المستقبل بشكل مختلف، بلاش طول الوقت عمالين تفكروا، بلاش طول الوقت عمالين تضغطوا على نفسكم من اجل ناس. في كمان شوية حاجات انتوا بتخافوا منها قوي، في حاجة يعني في حاجة ممكن تكونوا خايفين منها، يعني البعض منكم بيخاف ياخد علاج، البعض منكم ممكن يكون بيخاف حاجة معينة، فانتوا في خوف هنا، بس عندك طاقة إيجابية. كمان عايزة اقول لكم ان انتوا هتاخدوا حقكم من شخص ظلمكم واتكلم عليكم، انتوا ما بتحبوش تشمتوا في حد، اللهم لا شماتة في حد، بس انتوا فعلا هتاخدوا حقكم، او ربنا بمعنى اصح خلال الايام اللي جاية هيجيب لكم حقكم، وهتعرفوا قد ايه ان عوض ربنا جميل، بس انتوا اللي ما كنتوش صابرين، انتوا اللي كنتوا مأذيين من ناس كتيرة وما زالت موجودة، ما زالت عمالة تتكلم عليكم. كمان انتوا هنا هيكون عندكم علامة، علامة حلوة قوي، وهتحسوا قد ايه ربنا بيحبكم علشان هيسخر لكم الطريق اللي انتوا ماشيين فيه، والطريق ده هيكون طريق برضو خير. اي نعم هيكون عندكم شوية مواجهات، شوية كلام هتسمعوهم، بس انتوا هتكونوا محاطين جدا، وكمان انتوا عندكم اهتمام بالنفس، وهتحذروا من شوية معاملات في حياتكم، وهتكونوا حراسيين جدا من كل كلمة طالعة من لسانكم، او من كل كلمة حد بيدبرها لكم، او من حاجة معينة. وزي ما قلت لكم انتوا طردتوا الحب من حياتكم، وقلت الحب ده يعني احنا ملناش نصيب فيه، او بمعنى اصح مش عايزينه، فعشان كده هيكون عندكم بشرة حلوة، وعندكم خروج من قلق او من ضيق، والزعل اللي جواكم المتراكم ده فترة وهتعدي، وهتحاولوا دايما تسعدوا نفسكم بنفسكم، ومش هتكونوا مستنيين حاجة من حد، علشان الشخص اللي انتوا مستنيين منه حاجة ده يعني انتوا عشمانين فيه، بس هو شخص كذاب ومنافق، شخص ما بيحبش ان هو يكون مع حد، فعشان كده انت عندك حظوظ هتتفتح في وشك الفترة اللي جاية، وهيبقى عندك خط حلو، والخط ده هيكون طرف خيط ليك، لاما من وراه هتكتشف حقيقة، لاما انت هتكبر دماغك من اشخاص كتيرة جدا. البعض منكم مستني حد يقعد له من ماضي او حد معين يرجع له، حد يكلمه الله اعلم، بس انت مستني حد. كمان انت هنا فقدت مشاعرك، فقدت ثقتك، فقدت حاجات كتيرة جدا بتضايقك وتخنقك، وعشان كده ما بقتش تهتم زي الاول، لدرجة ان هم بيسألوا بيقولوا لك مالك اتغيرت كده ليه، في ايه، ايه اللي حصل، انت خلاص رميت ورا ظهرك طوبة ناس كتيرة جدا، وعندك توقيع ورقة في النجاح ليك بإذن الله، والورقة دي هتكون طاقة إيجابية ليك
او هيكون دعم على جميع الاسعد بتاعتك. بس ركز على هدفك وركز على ثقتك بنفسك، وارمي ورا ظهرك اي حد ممكن يتكلم عليك او ممكن يأذيك. انت بقالك مدة عمال تعاني، بقالك مدة عمال تيجي على نفسك وعمال تشتغل في ارض بتبحث فيها او بتحفر فيها، وانت نفسيتك تعبانة، انت ما تعلمش ربنا كاتب لك ايه او ناوي لك على ايه. وبكده نكون خلصنا مجموعة رقم 2، ويا رب تكون جميلة ليكم ولحياتكم وتكون استفدتوا منها. انتظروا مني الفترة اللي جاية استخارات حلوة زيكم كده يا حبايب قلبي.